السلام عليكم. شهدت السوق الانتقالات الصيفية لعام 2024 تغييرات جذرية في تشكيلة العديد من الأندية الكبرى، حيث تسابقت الفرق على ضم أفضل اللاعبين لتعزيز صفوفها قبل بداية الموسم. تميزت هذه الفترة بتحركات استثنائية، حيث انتقل العديد من النجوم إلى أندية جديدة بحثا عن تحديات مختلفة. واليوم سنتحدث عن أبرز صفقات الانتقالات في الدوريات الخمسة الكبرى: الدوري الإنجليزي الممتاز، الدوري الإسباني، الدوري الإيطالي، الدوري الألماني، والدوري الفرنسي، مع التركيز على الأندية الأكثر تأثيرا في هذه البطولات واللاعبين الذين قد يشكلون فارقا في المنافسة المقبلة. قبل أن نبدأ، لا تنسوا أن تدعوا لإخواننا في فلسطين، والقضية تستحق منا كل الدعم والدعاء في كل وقت، سائلين الله أن يفرج كربهم ويحفظهم من كل سوء. سأخصص الحديث في الدوري الفرنسي عن باريس سان جيرمان، وفي الدوري الألماني عن بروسيا دورتموند، باير ليفركوزن، وباير ميونخ. أما في الدوري الإيطالي سأناقش وضع يوفنتوس، ميلان، والإنتر. في الدوري الإسباني سيكون التركيز على برشلونة، أتلتيكو مدريد، وريال مدريد. وأخيرا في الدوري الإنجليزي سأتناول أبرز تحركات ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، وأرسنال، وتشيلسي. نبدأ بالدوري الفرنسي. باريس سان جيرمان لم يمر الصيف دون إبراز صفقات كبيرة. استقطب لاعب الوسط البرتغالي جواو نيفيز قادم من بنفيكا مقابل 60 مليون يورو، والمدافع الإكوادوري ويليام باتشو القادم من فرانكفورت مقابل 40 مليون يورو، ولاعب الوسط الفرنسي ديزيري دوي القادم من رين مقابل 50 مليون يورو. ننتقل إلى الدوري الألماني، بداية مع بروسيا دورتموند. تعاقد مع المدافع الألماني فالديمير أنطوان قادم من شوتغارت مقابل 22 مليون يورو، والمهاجم الغيني غيراسي القادم من شوتغارت مقابل 18 مليون يورو، والظاهر البرازيلي يان كوتو من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة، ولاعب الوسط الألماني باسكال غروس القادم من برايتون مقابل 7 مليون يورو، والمهاجم الألماني ماكسيميليان بير القادم من فولهام مقابل 120 مليون يورو. أما باير ميونخ فقد أتم صفقات مميزة لتعزيز صفوفه. الظاهر الياباني هيروكي إيتو القادم من شوتغارت مقابل 23 مليون يورو، والجناح الفرنسي مايكل أوليس القادم من كريستال بالاس مقابل 53 مليون يورو، ولاعب الوسط البرتغالي جواو بالينيا القادم من فولهام مقابل 51 مليون يورو. نمر لبطل الدوري باير ليفركوزن. تعاقد مع خط الوسط الإسباني أليكس غارسيا من جيرونا مقابل 18 مليون يورو، والمهاجم الفرنسي مارتن تشيريه من رين مقابل 20 مليون يورو، والظهير الفرنسي نوردي موكيلي من باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة. ننتقل إلى الدوري الإيطالي ونبدأ بميلان. تعاقد مع المهاجم الإسباني ألفارو موراتا من أتلتيكو مدريد مقابل 16 مليون يورو، والمدافع البرازيلي إيميرسون من توتنهام مقابل 15 مليون يورو، ولاعب الوسط الفرنسي يوسف فوفانا من موناكو مقابل 20 مليون يورو، والمدافع الصربي بافلوفيتش من سالسبورغ مقابل 18 مليون يورو، والمهاجم الإنجليزي أبراهام من روما على سبيل الإعارة. نمر للإنتر. تعاقد مع لاعب الوسط الإيطالي فراتيسي القادم من ساسولو مقابل 26 مليون يورو بعدما كان معارا لهم الموسم الماضي، ولاعب الوسط البولندي زيلينسكي القادم من نابولي بصفقة انتقال حر، والمهاجم الإيراني مهدي طارمي القادم من بورتو بصفقة انتقال حر، والحارس الإسباني جوزيب مارتينيز القادم من جينوا مقابل 13 مليون يورو. نمر ليوفنتوس، حيث استقطب لاعب الوسط البرازيلي دوغلاس لويز القادم من أستون فيلا مقابل 51 مليون يورو، والحارس الإيطالي دي غريغوريو القادم من مونزا على سبيل الإعارة مقابل 4.5 مليون يورو، ولاعب الوسط الفرنسي كيفران تورام القادم من نيس مقابل 20 مليون يورو، والظهير الكولومبي خوان كابال القادم من فيرونا مقابل 16 مليون يورو، ولاعب الوسط الهولندي كوب ماينرز القادم من أتلانتا مقابل 55 مليون يورو، والظهير الفرنسي بير كالولو القادم من ميلان على سبيل الإعارة. ننتقل إلى الدوري الإسباني ونبدأ بأتلتيكو مدريد، حيث كان أبرز الأندية التي أنفقت هذا الصيف، حيث استقبل المدافع الإسباني روبن لونورماند القادم من ريال سوسيداد مقابل 35 مليون يورو، والمهاجم النرويجي ألكسندر سورلوش القادم من فياريال مقابل 32 مليون يورو، والمهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريس
القادم من مانشستر سيتي مقابل 75 مليون يورو، والمدافع الفرنسي لينجلي القادم من برشلونة على سبيل الإعارة، ولاعب خط الوسط الإنجليزي كونور جالاغير القادم من تشيلسي مقابل 42 مليون يورو. أما برشلونة فقد أتم صفقتين مميزتين، الجناح الإسباني باو فيكتور القادم من جيرونا مقابل 2.5 مليون يورو، ولاعب خط الوسط الإسباني داني أورمو القادم من لايبزيغ مقابل 55 مليون يورو. نمر لريال مدريد، قام بصفقتين ملفتتين، مهاجم برازيلي إندريك القادم من بالميراس مقابل 48 مليون يورو، والصفقة الأبرز في هذا الميركاتو قدوم مهاجم فرنسي كيليان مبابي القادم من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر. نصل إلى الدوري الإنجليزي ونبدأ بمانشستر سيتي بطل الموسم الماضي، قام بصفقتين لتعزيز قوته، جناح البرازيلي سافيو القادم من جيرونا مقابل 25 مليون يورو، ولعب خط الوسط الألماني إيكا غوندوغان العائد من برشلونة في صفقة انتقال حر. نمر لليفربول، حيث استقطب الحارس الجورجي مامارداشفيلي القادم من فالنسيا مقابل 30 مليون يورو، والجناح الإيطالي فيديريكو كيزا القادم من يوفنتوس مقابل 12 مليون يورو. أما أرسنال أضاف بعض اللاعبين لتعزيز تشكيلته، الحارس الإسباني دافيد رايا القادم من بيرشفورد مقابل 32 مليون يورو بعدما كان معارا لهم الموسم الماضي، ولعب خط الوسط الإسباني ميرينو القادم من ريال سوسيداد مقابل 32 مليون يورو، والمدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري القادم من بولونيا مقابل 45 مليون يورو، والحارس البرازيلي نيتو القادم من بايرن ميونخ على سبيل الإعارة، والجناح الإنجليزي رحيم ستيرلينغ من تشيلسي على سبيل الإعارة. أما تشيلسي كان نشيطا جدا في سوق الانتقالات، حيث استقطب المهاجم الإنجليزي أوماري كيليمان القادم من أستون فيلا مقابل 23 مليون يورو، ولاعب الوسط الإنجليزي ديويس بيري هول من ليستر سيتي مقابل 36 مليون يورو، والحارس الدنماركي يورغنسن القادم من فياريال مقابل 25 مليون يورو، والجناح البرتغالي بيدرو نيتو القادم من ولفرهامبتون مقابل 60 مليون يورو، والجناح البرتغالي جواو فيليكس القادم من أتلتيكو مدريد مقابل 52 مليون يورو، والحارس البلجيكي مايكل بيندرز القادم من جينك مقابل 20 مليون يورو، والجناح الإنجليزي سانشو القادم من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة. نمر أخيرا لمانشستر يونايتد، أضاف إلى صفوفه لاعبين باريسي، المهاجم الهولندي جوشوا زيركزي القادم من بولونيا مقابل 43 مليون يورو، والمدافع الفرنسي ليني يورو القادم من ليل مقابل 62 مليون يورو، والظهير المغربي نصير مزراوي القادم من باير ميونخ مقابل 15 مليون يورو، والمدافع الهولندي ديليخش هو أيضا من باير ميونخ مقابل 45 مليون يورو، ولاعب الوسط الأوروغواياني مانويل أوغارت القادم من باريس سان جيرمان مقابل 50 مليون يورو. وهكذا نصل إلى نهاية جولتنا في عالم صفقات الصيفية، حيث شاهدنا منافسات ملتهبة بين أندية الدولية الخمسة الكبرى لخط أفضل النجوم. هذه الصفقات ليست مجرد تعاقدات، بل هي تحولات استراتيجية قد ترسم ملامح المواسم القادمة وتحدد مصير البطولات. الأمر الذي لا شك فيه هو أن هذه الصفقات ستضيف بريقا جديدا للملاعب وستثير حماس الجماهير حول العالم. فما هي الصفقة التي تراها الأبرز؟ وأي فريق تعتقد أنه قام بأفضل تعزيز لصفوفه؟ استعدوا لموسم ملحمي حيث النجوم تتألق والفرق تتصارع للوصول إلى القمة. لا تنسوا أن تتركوا رأيكم في التعليق. كانت هذه حلقتنا اليوم، نتلاقاو في فيديو جاي. And now you know.